اللهم أعنا على ذكر مصيبة الخلاصة النبوية وقرة العين العلوية وبذعة الكبد الفاطمية وذات البركة الحسنية وقوة النفس الحسينية، ووفقنا لبكاء سيد الشهداء مولانا الإمام الحسين بكاء طويلا، وإن كان البكاء له قليلا فإنه إمام صدع بقتله قلب الإيمان والإسلام، وانتهكت حرمة النبوة بأيدي الكفرة الطغام، إمام قتلوه وهو أجشان ثلاثة أيام، إمام لا يبلى ذكر ما ناله من عظيم البلاء في أرض كربلاء، بل يتجدد كلما تجدد عام بعد عام، إمام بذكر مصابه والبكاء عليه والنوح والعويل يرجى غفران الذنوب والآثام، إمام فداه جده المصطفى بنجله إبراهيم فقتلت منه ثمرة فؤاده وفلذة كبده أمة السوء المستوجبة لأسفل أدراك الجحيم، إمام بكت لمصابه الملائكة وناحت عليه الجن والإنس وتزلزل العرش وانخسف القمر وانكسفت الشمس فهو المذبوح من القفاء المنبوذ بالأراء، فيا لفتى لنجوم هوت على عقد الطف درية، وحسرتا لطاهرات حملن على أقطاب المطايا حاسرات وهن للمصطفى المختار ذرية، وحرقتا لتلك الشفاه الضامية، وكربتا لتلك الجباه الدامية، فكيف لا كيف لا يعلم من يعلم أن لا خطب أجل من خطبه، ولا مصاب أعظم من مصابه، وكيف لا يجري دموعه من يدري أن لا أجر أكرم من أجل بكائه، ولا ثواب أعظم من ثوابه، فعنا يا ربنا الرحمن الرحيم، ونحن شيئة الإمام الحسين وأبناء الغر البهائل على القيام بفرض النوح والعويل بالبكاء والعصيل على هذا الخطب الجليل من مصاب الإمام المظلوم القتيل، فقد قال جده المصطفى سيد الثقلين الناس بالجنة، من بكى أو أبكى أو تباكى على ولدي الحسين وجبت له الجنة، وجاء عن الإمام الحسين وقفت عليه صحب الصلوات والتحيات توكافا، أنه قال من دمعت عيناه فينا دمعة أو قطرت قطرة فينا بوعه الله بها في الجنة أضعافا، فعنا وعنا وعنا يا الله يا الله يا الله، لا بكائي بكاء شديدا لا يبقى فيه بقيا، بل يكن ذلك بكرة وأشيبا.